بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأبرك التسليم على شفيع الأمة. تحية عطرة أريجها اشتياق لكم تلامذة الأخيار، وعلى الموعد بتوفيق من الله التقينا، وعلى درب الفلاح بإذنه تعالى سرنا. في صبحية جديدة تجمعني بكم أحبتي ليومه الأربعاء 26 من رمضان المعظم 41400 هجرية، الموافق للعشرين من ماي 2020 ميلادية. محور هذه الصبحية المباركة يرتكز أساسا على تقديم الدرس 41 من مادة اللغة العربية، والذي يهم مكون الصرف والتحويل دعم عام، وفي موضوعه الفعل الناقص. ولهذا الدرس هدف يتوخى من التلميذة والتلميذ أن يكتسباه عند متم هذا الدرس، ألا وهو دعم وتثبيت حصيلة المكتسبات المتعلقة بدروس الوحدة الثانية من مجال الحياة الثقافية والفنية. فالفعل الناقص تلامذة الأخيار كما أسلفت بالذكر سابقا هو ما كانت لامه أي آخره حرف علة، نحو رضي، رمى، دعا. وقد تكون هذه الحرف العلة إما ياء أو ألفا مقصورة أو ألفا ممدودة، ويحذف حرف علته متى إذا التقى بحرف علة ساكن، نحو أدنو، أنتم أدنو، أصلها أدنو، هناك حرف علة ساكن وهو الواو. إسعي، أنت إسعي، أصلها إسعي، هناك حرف علة ساكن وهو الياء التي التقت بها حرف العلة، لذلك فتحذف حرف علته في هاتين الحالتين. والآن أعرض لكم بعض نماذج تصريف الفعل الناقص في زمن الأمر. وعلى سبيل المثال نأخذ فعل رضي ينتهي بياء، سما ينتهي بألف ممدودة، وأيضا دنا ينتهي بألف مادة ممدودة. بالنسبة لفعل رضي في زمن الأمر مع ضمير المفرد المخاطب بمعنى أنت ارضى، تلاحظون حرف العلة يحذف، مفرد المخاطبة أنت ارضي أيضا يحذف حرف العلة، المثنى مخاطب أنتما ارضيا تتحول حرف العلة بمعنى تظل على حالها ياء، وأنتما مثنى المخاطبة ارضيا، جمع المخاطب أنتم ارضوا تحذف حرف العلة، جمع المخاطبة أنتن ارضينا نحتفظ بحرف العلة. ننتقل إلى فعل سما ينتهي بألف ممدودة، مفرد المخاطب أنت أسم تحذف حرف العلة، مفرد المخاطب أنت أسمي أيضا تحذف حرف العلة، المثنى أسموا أنتما أسموا تنقلب حرف العلة التي أصلها ألفا إلى واو، في مثنى المخاطب أنتما أسموا، وفي مثنى المخاطبة أيضا تقلب هذه الحرف العلة إلى واو، أنتما أسموا، جمع المخاطب أنتم أسمو تحذف حرف العلة، جمع المخاطبة أنتن أسمون تنقلب حرف العلة ألف إلى واو. فيما يخص فعل دنا في مفرد المخاطب أنت أدن تحذف حرف العلة، في مفرد المخاطبة أنت إدني تحذف حرف العلة، مثنى المخاطب والمخاطبة أنتما أدنوا أنتما أدنوا تحذف حرف العلة، وجمع المخاطب أنتم أدنوا، في حين جمع المخاطبة نحتفظ بحرف العلة وتنقلب الألف إلى واو، أنتن أدنون. فيما يتعلق الأنشطة الداعمة لمكون الصرف والتحويل في موضوع الفعل الناقص، السؤال الأول: أحيط الفعل الناقص ضمن الفقرة التالية. إن حب الإنسان لوطنه جزء من إيمانه، ولما لا يحبه وقد بنى جسمه من غذائه وارتوى من مائه واستنشق عبيره.
لذلك فمن واجبه أن ينشر في وطنه الخير ويدعو إلى صلاحه. فالمطلوب أنكم تحيطون الفعل الناقص ضمن هذه الفقرة. السؤال الثاني: أملأ الفراغ بفعل ناقص مناسب حسب سياق الجملة. إذا هذه الجملة ينقصها فعل ناقص: الفقير كساء، الطحالب في قعر المحيطات، والجملة الأخيرة إلى فعل الخير. المطلوب أن تملأوا فراغ هذه الجمل بفعل ناقص مناسب متمم لمعنى الجملة التي تظهر أمامكم. السؤال الثالث: أصرف فعل دارا بمعنى علم في زمن الأمر مع جميع ضمائره مع الشكل التام. مع السؤال الرابع: ويتعلق الأمر بتحويل الجملة الآتية حسب المطلوب مع الشكل ولما لا نحبه وقد بنى جسمه، عفوا، ولما لا يحبه وقد بنى جسمه من غذائه وارتوى من مائه. إذن التحويل إلى مثنى المذكر وجمع المؤنث. يجب أن تحددوا هل هو غائب أم مخاطب أم متكلم من خلال الضمير الموجود المحول في الجملة المراد تحويلها. ها قد وصلنا إلى ختام حصتنا هاته، فيرجى منكم تلامذتي أن تحرصوا على إنجاز الأنشطة الداعمة إنجازا مركزا ومنظما حتى تعم الفائدة أكثر. وهذا فما كان من توفيق وسداد وهدى فمن الله عز وجل، وما كان من خطأ أو نسيان أو سهو فمن نفسي ومن الشيطان. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.